قبيلات حدا كان من خوت وهنا لبا اخويه وما كنسيبلو حتى شي واحد، حنا نهضروا غير على الحقوق ديالنا وحقوق الفنان اللي هي الكرامه. كرامه الفنان اختي هي الحقره اللي كيعيشها الفنان في المغرب، هي الاقصاء، هي السمصريين اللي ولاو دابا كيلعبوا بينا كيبغاو، والفنان مسكين ساكس ما قادش يضرب حشمان على عرضه، لان الفنان هو تخلق هكذاك، هو اصلا الفنان كيحشم. الكرامه ديال الفنان كما كنشوفوا حنا في مهرجان الموازين وبزاف ديال المهرجانات كيجيبوا فنانين من برا كيعطيوهم الملايين كيديو اللي هو المال العام، واخا يقول لك لي سبونسور راه كاين واحد الطرف داك الحكي، كاين واحد الحصه ديال اللي خصو يستافد منها الفنان المغربي ولد الوطن، وحتى الا طلعوه داروا معاه مزيان كيطلعوا بجوج دراهم ثمن دراهم كي ديال واحد مغني عربي، ويرميوه في شي اوتيل ديال 3 ايطوال ولا ما يعطيوش القيمه. الكرامه ديال الفنان هو الطبيب اللي كتلقى دابا الفنان شحال من خطره كيبقاو يستنجدوا بسيدنا ناصر، والله الله يخليه لنا مسكين، هو اللي كيحس بينا. كتلقى السيد عنده ولاد ولا عنده شي مرض مزمن فيه كونسير ولا شي حاجه ما لقاش باش يداوي راسو. هذه هي الكرامه ديال الفنان، العيش الكريم كاي انسان. لان شنو هي الفن؟ الفن هي ثقافه. وشنو هي الثقافه؟ الثقافه ديال البلاد هي البلاد، هي الدوله. الا مشات الثقافه ديال البلاد مشات الدوله. يعني شنو بغيت نوصل لهاد الناس، هاد الناس، هاد الهصلاصه وهاد الشفاره وهاد السماصريه وهاد هادو اللي وسخوا هاد واللي ما عندهمش علاقه بالفن، بحال داك السيد اللي هضرنا عليه كيقول لكم انا النقابي فلان، خصو يفهم هادي. اللي كيشد دابا فنان كيطلع اللي بغا يهبط اللي بغا، ما عندوش علاقه، ما عندوش الصيفه، وكيشد دابا ولا كيدير الناس اللي كينخرطوا معاه في النقابه هذه اللي كيقول هو ديالو، كيقول لهم نخرطوا معايا باش يجيبكم البطاقه المهنيه. اللي كي الاولى كيعطي البطاقه المهنيه الاولى كتعطى شي كنشوف هذا عند من هب ودب. انا ما كنطاش في اللجنه ولا في وزاره الثقافه، شوف هما الدوسي كيفاش مغيز كيفاش جايبينو الناس ديال الثقافه، ولا انا ما كنطعنش في المديرين ولا في الثقافه، ما عندي مشكل حتى مع واحد. انا كنشوف كنبغي نبين لهم هذا المنبر شنو واقع في السيكتور في الطبيب باللغه ديال ولاد الشعب، خصهم يعرفوا شنو واقع. هذا السيد كيمشي يديروا عنده انه يخلصوا عنده يديو البطاقه ديال النقابه وشي يديوها يديو بها البطاقه الفنيه البطاقه المهنيه، وما معندوش علاقه بالفن. علاش هذا الشيء؟ هذه ماشي هذه راه من كرامه الفنان. الفنان هو عنده البطاقه المهنيه ديالو، علاش ما يطلعوش مهرجانات؟ كتلقى السيد عنده 10 سنين وعنده البطاقه ولا 20 عام وما عمره طلع في مهرجان. اشنو هي البطاقه المهنيه؟ هو خصني نخدم، ومنين ديروا شي مهرجان وتجيبوا مغنيين من بلاد اخرى، شكون الاولويه تعطى لولاد البلاد؟ ولا طلعتوا لولاد البلاد تهلاو فيهم، ماشي تجيب لنا مغني تعطيه 300 ولا 200 مليون تجي واحد تعطيه 4 مليون 3 مليون، هذه راه مهزله، هذه راه حقره للفنان. واش الفنان معززه الدول الاخرى كيمشي يتعز في دول اخرين وكيحصل موجيتا المغرب واللي يردوا حاجه كلب. ندوه اللي سميتها كرامه الفنان اولى. فوالا حنا جينا هنا نهضروا على الفنان اللي ما قدروش الفنان ينوضوا يهضروا، وانا كنطالب كاع الفنانه ديال المغرب ينوضوا يهضروا على حقهم باش يعني باش الناس المعنيين بالامر واللي مكلفين بالمهرجانات وبالتلفازه يسمعوهم. الفنان الا بقى ناعس يعني راك راضي. فوالا هادشي راهم كثروا النقابات على والو، نورمالمون النقابات خصهم يدافعوا الفنان، ما حتى شي واحد ما كيهضر على الفنان، كيخدموا غير كاين بالنقابات اللي كتمشي هي دايره جمعيات كتمشي هي تجيب الدعم يعني ليلها. يعني ما كاين والو في الفنان حتى شي حاجه بوغ لو مومون. من مور هاد الندوه كنتمنى كاع جميع النقابات اللي حضروا معنا ونقابات اخرين ينوضوا يديروا شكايه بالنسبه لهذا الشخص هذا اللي طغى، ويلاه بدا جديد وكيقول لك انا الوزاره في يدي، انا موازين في يدي، فهمتيني؟ وكيجيب دعم اللي عنده 6 جمعيات ولا اكثر وكيجيب دعم بهم، والفنان كاينين فنانين مساكين اللي كيموتوا بالجوع يعني.